السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ملعب المظاليم. معنا الكثير والكثير النهاردة في حلقة ملعب المظاليم. قبل ما أبدأ حلقة النهاردة ببارك للمنتخب الأولمبي بقيادة المدير الفني الكابتن شوقي غريب على وصوله لأولمبياد طوكيو 2020، وأحب أرحب بزميلي الأستاذ محمد عبد النبي. أهلا بك كابتن طارق، وأهلا بكل السادة المشاهدين والمتابعين لملعب المظاليم. إن شاء الله حلقة جديدة متجددة فيها كل الحصريات وكل الإحصائيات وكل النتائج بالنسبة للقسم الثاني، المباريات اللي انتهت منذ دقائق، المجموعة الثالثة، وأيضا معانا يعني كل الإحصائيات بالنسبة للقسم الثاني، المجموعة الأولى مجموعة الصعيد، والمجموعة الثانية مجموعة القاهرة، والمجموعة الثالثة مجموعة بحر واسكندرية، وأيضا بعد المجموعات في القسم الثالث، وبرضك معانا الأخبار الحصرية وكل ما هو جديد وشيق وممتع من خلال كاميرا ملعب المظاليم. أعزائي المشاهدين، فقرة أخبار ملعب المظاليم دائما في بداية الحلقة. معانا أول خبر أستاذ محمد، اتحاد الكرة يصرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل لأولمبياد طوكيو 2020. بالفعل يا كابتن طارق، اتحاد الكرة يصرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل للأولمبياد، واحنا هنا بنقول ألف مبروك لمنتخب مصر، وألف مبروك للقيادة السياسية، وألف مبروك للشعب المصري. الفرحة الكبيرة بالأمس فوزوا على جنوب أفريقيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة المصري صرف مكافأة استثنائية لجميع لاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. قال الجنايني: قرر كلجنة خماسية باتحاد الكرة صرف مكافأة لجميع لاعبي المنتخب بعد تأهلهم للأولمبياد. عبر الجنايني عن سعادته الكبيرة بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب، مضيفا: سنسعى للفوز بلقب البطولة يوم الجمعة لإسعاد الجماهير وإسعاد الدولة المصرية. أعزائي المشاهدين، نطلع لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد مع أخبار ملعب المظاليم. محمد صلاح يرحب بالمشاركة مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020. رحب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تتيح اللوائح أن لأي منتخب أولمبي بالاستعانة بثلاثة لاعبين من المنتخب الأول في الدورة الودية أو الدورة الأولمبية بطوكيو 2020. ومن وجهة نظري كده يا كابتن طارق، يعني لو اختير ثلاث لعيبة هيتم اختيار مين؟ محمد صلاح وتريزيجيه وطارق حامد. طب في مشكلة، يعني في رمضان صبحي هيكون تعدى ال 23 سنة، في الوقت ده لوائح الاتحاد بحيث يكون اللاعب لا يتعدى ال 23 سنه. هيبقى محمد صلاح وتريزيجيه ورمضان صبحي، رمضان صبحي هيبقى من ضمن اللعيبه اللي هم في الفريق الاول، هيتم اختيار اثنين لاعبين للمشاركه في اولمبياد طوكيو 2020 ان شاء الله. تمام. اعزائي المشاهدين، هناخد تقرير مركز شباب طمي الزهيره اللي احتفلوا بالأمس القريب بحصولهم على المركز الأول لمحافظة الدهلية للكرة الخماسية، ونستقبل ضيف غالي علينا الأستاذ حمد عوض الناقد الرياضي. نطلع لفاصل ونرجع لكم تاني. طيب قول لي اللي بقى.
هنسجل معاه لاعب. لا هسجل والله، بس بسال الاسم بس. عصام احمد يوسف ما عملش حاجه. وائل بيه المستشار محمد منصور رئيس مجلس إدارة مركز شباب طمي الزاهرة. أولا تشرفتونا في طمي الزاهرة، وطبعا ملعب المظالم احنا كلنا متابعينه ولهم نشاط ملحوظ، وطبعا تشرفتوا طمي الزاهرة وفريق طمي الزاهرة. طبعا حصل على كأس المحافظة. إمكانيات مركز الشباب إمكانيات ضعيفة لا تفي بمتطلبات اللعيبه، اللعيبه ليس عندهم لبس ولا احذيه، رغم ان فريق طمي الزاهره يعتبر من ممثل لمحافظه الدقهليه على مستوى الجمهوريه. فما فيش امكانيات، خطبنا وكيل الوزاره والجهات المعنيه ولكن لا حياه لمن تنادي. نقول للاستاذ طارق غالب ان طمي الزاهره طبعا انجبت سيده الغناء العرب ام كلثوم اللي هي وقفت ريح الجيش المصري وريح الشعب المصري وبنت الجيش المصري وبنت مصر. فنظرة إلى قرية طمي الزاهرة، الملعب هنا مستهلك وغير صالح للاستعمال، ويمكن أكثر من لاعب أصيب برباط صليبي، وخطبنا المسؤولين وقالوا إن تجديد الملعب نجيلة الملعب على نفقة مركز الشباب. طب نفقة مركز الشباب أنا عندي رصيد يعني خلي 100,000، لو أنا نفقته على النهاردة على الملعب مش هقدر النهاردة أوفي جميع الأنشطة الأخرى. الأستاذ سيد محمود نائب رئيس مجلس إدارة مركز شباب طمي الزاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والله المطالب اللي عندي مطالب كلها شرعيه، مطالب لفريق كره القدم، مطالب لمركز شباب. عندنا صاله جيم غير مستوفاه، اتكلمنا فيها مرارا وتكرارا مع كل المسؤولين وما حدش عبر. فاحنا بنطلب نظره لمركز شباب طمي الزاهرة من المسؤولين، نكمل صاله الجيم، الملعب عاوز النجيله بتاعته تستوفى. دي مطالبتنا. قيبة مطر بنرحب بيه. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا حضوركم هنا تشريف لنا وتكريم لنا. السلام. وانتوا على دماغنا من فوق اللي انتوا قدرتونا وجاتوا لنا. اما بالنسبه لمركز شباب طمي الزاهرة، هو شباب مميز على مستوى المحافظه، وفي لعيبه تدربت في النادي الاهلي ولم حد يبص لها بعينه. رحب بالاستاذ محمد علي مدير المركز شباب طمي الزاهرة السابق. قضينا فتره في مركز شباب طمي الزاهرة، والناس بتكرمنا على المجهودات اللي حصلت في مركز الشباب، وبنشكركم جميعا، وبنشكر الساده الحضور، وبنشكر مجلس الاداره الجديد، وربنا يوفقه. جاسر خالد مسؤول الشباب والرياضه بالسنبلاوين. الملعب زي ما احنا شايفينه كده، الملعب مساحته كويسه وارضيته لحد ما، ممكن يحتاج بعض الصيانه البسيطه، ممكن احنا الاداره نقدر نعملها بالتعاون مع مدير الشباب والرياضه. عصام احمد يوسف محامي من ابناء قريه طمي الزاهرة. برحب بالساده الضيوف اصحاب برنامج دار المظالم، وبقول لهم نورتونا في قريه طمي الزاهرة وشرفتونا، ودايما في تقدم وازدهار، ودايما باذن الله ان شاء الله. انا دايما بقول في ان الشباب شعله من النشاط يجب الاستفاده منها. ليك كابتن وائل، ده شرف لينا طبعا حضراتكم موجودين النهارده، وشكرا ليكم على تكريمكم، وبنشكر القناه طبعا. مركز شباب قريه طمي الزاهرة يقدم للاستاذ طارق غالب الاعلام الكبير وفريق عمله وبرنامج ملعب المظالم، والإعلامي الرائع الأستاذ طارق غالب وفريق عمله لبرنامج ملعب المظالم. أسامة أعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم من جديد. بنستقبل ضيف محترم حضر معنا أكثر من حلقة في برنامج ملعب المظالم، الأستاذ حمد عوض الناقد الرياضي. أهلا بك يا كابتن.
اهلا بحضرتك يا استاذ، اهلا بحضرتك يا استاذ محمد، منورين دايما ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا كابتن حمدي، ودايما متالق معانا في ملعب المظالين حبيبي يا استاذ محمد. استاذ محمد، تقرير مركز شباب طمية الزهيرة، عاوزينك تقول كلمه للناس ديت، الناس ديت بتطالب المسؤولين بتغيير ارضيه ملعب مركز شباب طمية الزهيرة. عاده يا كابتن طارق، يعني احنا بنطوف بكل مراكز الشباب على مستوى الجمهوريه، وايضا الانديه، انديه القسم الثاني والثالث والرابع ودوري مراكز الشباب. احنا كنا، حضرتك كنت متواجد في طمية الزهيرة، واللي ما يعرفش طمية الزهيرة هي بلد سيده الغناء العربي ام كلثوم. يعني صح. ام كلثوم اسم كبير في يعني في الغناء العربي، ولقبت يعني ملقبه في اكبر شوارع مصر، في شارع في المنصوره في ميدان ام كلثوم. وأم كلثوم قدمت كتير لمصر من خلال غنائها في الدول وجمع المال لإمداد الشعب المصري والمجهود الحربي. وإحنا هنا يعني بصوتنا بيصل من طمية الزهيرة، مركز شباب متواضع جدا عايز يتم فيه إنشاءات، وبنوصل صوتهم للسادة المسؤولين، وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبح، وأيضا اتحاد الكرة المصري اللي برعى مراكز الشباب ايضا. وهنا يعني احنا بنتواصل مع كل مراكز الشباب والقسم الثاني والثالث والرابع، علشان يا جماعه في مناجم ذهب موجوده في يعني في هذه الانديه، احنا بننقب على هذه الانديه وبنطلع، يعني احنا بنطلع المواهب. شفنا، انا هنبرز لحضراتكم في خلال الحلقه كم اللعيبه اللي طلعت من القسم الثاني والثالث والرابع. الأستاذ حمد عوض، بالأمس فاز المنتخب الأولمبي على جنوب أفريقيا 3-0، تحب في المباراة بتاع امبارح؟ طبعا احنا أولا بنبارك للمنتخب إن هو صعد لطوكيو، ثانيا يعني احنا عايزين بس نتكلم في نقطة المهمة، الدروس المستفادة من المنتخب من الدورة دي، الدورة اللي هي تحت 23 سنة. أول حاجة مستفادة في الدورة دي عودة الجمهور. تمام. لأن الجمهور بشكل عامل اساسي، هو كان اللاعب رقم 12 في الملعب، هو اللي كان بيحمس الجمهور، هو اللي كان بيحمس اللعيبه في الملعب. انت شفت الروح القطريه عند اللعيبه. اول مره يحصل يا كابتن حمدي 70,000 متفرج. لا 80 وفي اكتر من 20 بره ما دخلوش. يعني في مباراه دوليه للمنتخب الاولمبي. تمام. فاحنا يعني المفروض دي فرصه بيرجعونا ل 2006 و2008 والروح اللي احنا كنا فيها. تمام. كان حضر طبعا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي وعمرو الجنايني. على فكره في فرحه هستيريه هنشوفها الوقت، مارينا جمال رئيس التحرير البرنامج هتعرض لنا فرحه هستيريه بين وزير الشباب والرياضه وايضا الدكتور عمرو. شايفين الفرحه والاحضان في المقصوره الرئيسيه في حضور احمد رئيس الاتحاد الافريقي، شايفين حضراتكم معانا على الشاشه، يعني فرحه هستيريه من وزير الشباب والرياضه وايضا الدكتور عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. نبتدي اعزائي المشاهدين مباريات القسم الثاني الممتاز به، وناخد الجوله الاولى المجموعه الاولى استاذ محمد. الصعيد ديروط وسوهاج 1-0 لديروط، الفيوم مع شبان انا 0-2 لشبان انا، تليفونات بني سويف 3-0 على طهطة، الإعلاميين 2 المنيا 1، بترول أسيوط 0 مع بني سويف، البنك الأهلي يا كابتن محمد اللي يعتلي قمة المجموعة الأولى 2-1 على الألومنيوم. بكده كابتن طارق ترتيب المجموعة الأولى ليها مجموعة الصعيد، البنك الأهلي زي ما حضرتك ذكرت أول المجموعة برصيد 13 نقطة، بعد كده شبان إنا اللي محقق المفاجأة يعني بعد صعوده من القسم الثالث للقسم الثاني، ثاني المجموعه برصيد 12 نقطه. بعد كده بني سويف اللي دايما في المنافسه، كان في العام الماضي كان في منافسه شرسه جدا بين بني سويف وبين اسوان حتى الرمق الاخير من دور القسم الثاني، بياتي في المركز الثالث. يعني الثلاثه يعني هم سباق الرهان في المجموعه، مجموعه الصعيد. كابتن حمدي، معاك المجموعة الثالثة بحري اللي اتلعبت النهاردة، قول لنا على النتائج اللي اتلعبت النهاردة. الجولة الخامسة كانت مليت كفر زياد بتلعب الرجاء، الرجاء كسب 2-1. تمام. والأولمبي كان بيلعب أبو قير للأسمدة، الأولمبي فاز على أبو قير للأسمدة 2-1. تمام. وبيلا بتلعب بلدية المحلة، طبعا أول ماتش للكابتن رضا عبد العال، فوز طبعا
وذبحوا عجله كده. ذبحوا عجل قبل المباراة عشان يفكوا النحس. ففاز رضا عبد العال النهارده خارج الديار 1-0. غزل المحله وفاركو 1-1. الحمام والعاب دمنهور 3-1 لالعاب دمنهور. ديكيرنس والمنصوره 1-1 تعادل في ديكيرنس. تمام. وكان ماتش قوي جدا طبعا ماتش ديكيرنس والمنصوره لان الفرقتين ديربي الدقهليه. ديربي الدقهليه طبعا. تمام. عندنا كابتن محمد كان في مباراه متاجله كان عليها مشكله الاسبوع اللي فات. سيراميكا كليوباترا والزرقاء بعد المباراة ما تم إعادتها وقال لك إن النتيجة تم اعتمادها لسيراميكا كليوباترا 2-0. رجع الزرقاء وكان في مداخلة الحلقة الماضية مع النائب سمير موسى رئيس مجلس إدارة نادي الزرقاء وهنا قال في تسجيلات وأنا هبعتها على الفور. وصل الكلام ده لاتحاد الكورة وقرروا إعادة المباراة مرة تانية. والمباراة عادت النهاردة والمباراة خلصت 2-0 لسيراميكا كليوباترا على الزرقاء. تعال نشوف ترتيب المجموعة الثانية يا أستاذ حمدي. يا أستاذ حمدي سيراميكا كليوباترا يعتلي قمة المجموعة برصيد 12 نقطة. منتخب السويس 9 نقاط. النجوم 8 نقاط. القناة 8 نقاط. جمهورية شبين 7 نقاط. كوكاكولا 6 نقاط. الداخلية 4 نقاط. بتروجيت شايفين بردك الجدول معروض على الشاشه. معروض على الشاشه. بتروجيت كابتن حمدي والداخليه لعبوا دوري ممتاز. بتروجيت في كام في الترتيب الثامن ولسه الترسانه جايبه. تمام. النصر 3 نقاط. المريخ نقطتين. الترسانه قبل الاخير بنقطتين. يا كابتن حمدي تقول ايه في الموضوع الترسانه ده؟ طبعا انت شايف فرق قويه جدا المجموعه دي. مجموعه ضرب نار طبعا الداخليه وبتروجيت والترسانه وفرق كبيره طبعا. انديه كلها نازله من الدوري الممتاز وانديه كمان فيها راس مال قوي كمان. تمام. مش انديه تمام. كمان يعني المجموعه دي مجموعه ضرب يعني البيزنس بتاع بتلعب دورا كبيرا في ترتيب الفرق في القسم الثاني. طبعا سيراميكا طبعا. الزرقاء اخيرا نقطه واحده من اربع مباريات. كان ليا برضك تعقيب يا كابتن طارق في بالنسبه للمجموعه الثالثه والنتائج بتاعتها. النهارده الكابتن احمد الكاس بيحقق اول فوز له هذا الموسم مع الاولمبي. النهارده الاولمبي بيفوز على بوئير للاسمده 2-1 وبكده يكون الكابتن احمد الكاس المدير الفني للاولمبي بيحصل على اول 3 نقاط. كان عنده نقطه قبل كده يبقى اصبح رصيد الاولمبي 4 نقاط. ده حاجة. والحاجة التانية شايفين لفتة طيبة جدا اتعرض لنا ايضا مارينا جمال رئيس التحرير البرنامج عن يعني لقاء الديربي بين ديكيرنس والمنصورة الفرقتين في وسط الملعب اللاعبين والاجهزة الفنية معاهم الحكام معاهم كل المتواجدين في ارضية الملعب في صورة هائلة جدا تدل على الديربي. شايفين حضراتكم معانا على الشاشة يا كابتن طارق. صورة جميلة جميلة. صورة جميلة معبرة لفرقتين ديكيرنس والمنصورة. من محافظة الدقهلية يا كابتن. وبالأجهزة الفنية بالحكام المباراة بياخدوا صورة تذكارية كله مع بعضه. ودي وفي في الجميل في الموضوع يا أستاذ محمد يا أستاذ حمدي إن الباشمهندس الخضر إبراهيم جماهير المنصورة كلها كانت خارج الاستاد وأمر بدخول جميع جماهير المنصورة لأرض الملعب وصرح قال لك لو المنصورة كلها جت النهارده هدخلها المدرجات. الفرقتين إن شاء الله يعني اللي يصعد منهم أي فرقة تصعد منهم كان التاني هو اللي صعد. تمام. لأن الفرقتين يعتبر من رحم واحد. تمام. المنصورة وديكيرنس. تمام. تعال نشوف في مدربين مشوا كابتن محمد كابتن حمدي رحلوا عن انديتهم بالامس. الكابتن محمد محسن ابو جريشه يرحل عن الفيوم. الكابتن هاني العقبي يعتذر عن الاستمرار مع فريق الرجاء والرجاء فاز النهارده من غير الكابتن هاني العقبي. طيب تعالى يا كابتن طارق بردك زي ما انت حضرتك خدتنا لاستقاله المدربين هناخد مع حضراتكم حصري وحالا من ملعب المظاليم. النهارده اقيمت 4 مباريات في كاس مصر كانت النتائج على النحو التالي. فوز إنا على القصية 1-0 ووصوله للدور 32 لكأس مصر. وأيضا مباراة القومي مع العبور فريق العبور بالأليوبية قدر يفوز على القومي 1-0. وأيضا مباراة النجوم مع بور فؤاد بعد ما كان متقدم فريق بور فؤاد 2-0 رد عليه النجوم بخمس أهداف وانتهى اللقاء ب5-2 لصالح النجوم. بكده يكون 3 فرق وصلوا للدور 32 هيقابلوا احد انديه الدوري الممتاز اللي هي
فريق انا وفريق جدول امام حضراتكم اعزائي المشاهدين. فريق انا وصل النهارده للدور 32 وفريق العبور وفريق النجوم، وفي مباراه تم تاجيلها من النهارده لتقام غدا اللي هي مباراه الجزيره بالضبعه مع فريق السنبلاويه. تمام. في تعاقدات برضك يا كابتن حمدي للاجهزه الفنيه، يتعاقد كابتن شديد اناوي كمدير فني جديد لشرطه مطروح. في عندي ايضا كابتن رضا عبد العال مسك بلديه المحله، الكابتن محمد فوزي مسك الحريه المطروحي بعد رحيل الكابتن هشام حنفي. ايه رايك في تغيير الاجهزه الفنيه في بدايه الموسم؟ التغييرات، ما هو انت النتائج السلبيه طبعا واردة. لازم تغير وارده طبعا، انت في 3-4 اسابيع طبعا، ما الناس عايزه تلحق نفسها عشان الموسم لسه قدامه فتره طويل، هيجي في نص الموسم ويبدا يغير. انت عارف طبعا الجهاز الفني عامل كبير طبعا، انت شايف رضا عبد العال عمل طفره في المحله وكسب النهارده اول مباراه له، واول مباراه يكسب. تمام. كان قبل كده هزايم لا، بس هو كابتن رضا صرح قبل المباراه ان هم جماهير بلديه المحله هتشوف فريق بلديه المحله بيسوبه الجديد، وفي جديد ان شاء الله في بلديه المحله على يد الكابتن رضا عبد العال ان شاء الله. في مباريات هتقام غدا في كاس مصر يا كابتن طارق اللي هي بتروجيت وسبورتنج، ويوم الجمعه تليفونات بني سويف مع نادي النصر. الكابتن حمدي هيكمل لنا المباريات اللي هتقام يوم السبت ان شاء الله. السبت ان شاء الله نادي ابو قير الاسمده هيلاعب نادي المنصوره. تمام. وان شاء الله برضو السبت فيه اكتر من 9 مباريات. ونادي فاركو هيلاعب منتخب السويس. تمام. والاعلاميين هيلاعب بنك مصر. تمام. والترسانة هيلاعب النادي الاولمبي. ونادي الشرقيه بالزقازيق هيلاعب نادي الاولمبي. نادي الالومنيوم. الالومنيوم. تمام. نادي بني سويف هيلاعب عرب الرمل. عرب الرمل. نادي ديكرنس هيلاعب الحمام. تمام. ونادي بيلا هيلاعب مركز شباب سونورس. تمام. اعزائي المشاهدين نطلع لتقرير مباراه دمياط وكهرباء الاسماعيليه مع الزميل احمد مجاهد ونرجع لكم تاني. كره في الامام في منطقه الجزاء مش ممكن مش معقول، هناك اللاعب رقم 12 محمد السير يسجل جول مرة هناك من قدام حارس المرمى الحسين يحيى. الله الله الله، جول 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 لكهرباء الإسماعيلية. الفولت كان عالي عالي. ميدو 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 حتى الكرة كانها ميدو. الله الكرة، الله الفضل، الله المتابعه اللي سبع اخر النبع. وهنا ميدو ميدو احمد ميدو يحرس هدف رائع هنا بالقدم اليسرى. الله الكرة، الله اليسار، احمد فراج يا ساده يحضر هنا بالتعادل. الله الكرة، الله ما شاء فعل، نزل مكانه وادى، اللعيبه ما قصرتش. يمكن الهدف، انا ما بحملش اي حد مسؤوليه، انا اللي بتحمل مسؤوليه الخساره والفوز للعيبه وللجماهير والناس كلها. الهدف انتوا شفتوه يعني خطا بسيط، اعتقد ان هو ما حصلش مع حارس المرمى الكابتن حسين الاساس من الحراس العاليين جدا، لكن وارد ان اي حد يخطا. وقد ماتش عالي، والماتش المباراه اللي فاتت كان عالي جدا، وربنا كرمنا. احنا بعد دقيقه من التغيير الاخير اللي في الدقيقه 87 ربنا وفق فراج ان ربنا كرمه وجاب الجون الاول، وكنا نقدر نجيب جون واثنين وثلاثه من بدري. لكن انا راضي عن الاداء، ولكن مش راضي عن النتيجه. كنت اتمنى طبعا ان ناخد 3 بونت عشان اللعيبه تتعود في دمياط، اسم دمياط كبير جدا 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 جدا، وجماهير الكبيره اللي موجوده وبتاذي الفرقه. وعلى فكره انا ثالث مره امسك دمياط، نادرا الاقي جمهور دمياط بعد الماتش بنادي اللعيبه عشان يشجعها. يعني حاسس ان التعادل بطعم الهزيمه طبعا. ملعبنا وتيم، احنا تيم كبير وفرقتنا فرقه كبيره، واحنا مش نادي قليل عشان مثلا نتعادل مع فرقه مع احترامي لها كهرباء الاسماعيليه. بس احنا كان ماتشنا وضيعنا كتير، بس الحمد لله ان هي اجت على قد كده، ولسه المشوار طويل. يعني احنا ما خسرناش حاجه كتيره، بس ان شاء الله نعمل اللي جاي افضل. النتيجه كنا بنطمح في ان احنا نكسب اكتر، يعني ان احنا ناخد 3 بونت النهارده عشان نرجع لوضعنا الطبيعي وننافس تاني. بالنسبه للاصابه الحمد لله، يعني ما فجأة كده انا ما اصلا ما اشتكتش من رجلي خالص، كرة حركة لا ارادية كده لقيت رجلي شدت، والحمد لله على كل حال. وزمايلي ما قصروش يعني، بس هو الحظ اللي ما كانش معانا
الشوط الثاني ان احنا حاولنا كتير ووصلنا للجون وما كناش عارفين نترجم الكور اللي وصلنا بيها للجون دي. شو جايين الاسماعيليه مركزين ان احنا 3 بونت، احنا خلاص الحمد لله الثقه رجعت للفرقه تاني وماشيين دلوقتي بخطه كويسه يعني، فكنا طمعانين وعشمانين ان احنا ناخد 3 بونت وكانوا قريبين مننا، انما يعني الحمد لله طبعا في اخر دقيقه، وهي الكوره كده النهارده بتفرح بكره بتحزن، انما احنا بالنسبه لنا يعني بنعتبرها تعادل بطعم الهزيمه بالنسبه لنا، فالحمد لله على كل. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم من جديد، وبنشكر الزميل أحمد مجاهد على هذا التقرير وعلى التعليق الممتاز من أحمد مجاهد. كابتن محمد، نروح بقى للقسم الثالث، وعندي ترتيب الأسبوع السادس اللي اتلعب في القسم الثالث مجموعة الجيزة. كابتن محمد، كابتن حمدي، الاتصالات 15 نقطة في المركز الأول، الدخان 13 نقطة، جلدي 13 نقطة، حلوان العام 12 نقطة، أبو النمرس 10 نقاط، القومي 10 نقاط، 6 أكتوبر 8 نقاط، جنيس 7 نقاط، الصف 7 نقاط، بشتيل 6 نقاط، الصيد 5 نقاط، المعادي 5 نقاط، البدرشين 3 نقاط، وأخيرا العياط في المركز الأخير بنقطتين. نذهب سريعا إلى مجموعة القاهرة، المجموعة اللي هي المجموعة السادسة. بعد انتهاء الجولة الثامنة من هذه المجموعة كانت النتائج على التالي: فوز السكة الحديد على الأميرية 5-0، وشباب بطا يخسر على أرضه من البلاستيك 0-1، ومصر التأمين يفوز على بنها 1-0، وبهتيم يتعادل مع الشمس 0-0، سرايا القبة يخسر على أرضه من الغابة 3-1، وشباب توخ ينهزم من على أرضه مع المارجت 1-2، واتحاد الشرطة يخسر من أمام الماظة 0-2. أستاذ حمدي، معاك المجموعة، لسه ترتيب المجموعة كابتن طارق. السكة الحديد في المركز الأول برصيد 16 نقطة، الشمس في المركز الثاني 14، الغابة 14، شباب بطا 13، ومصر الجديدة 13، الشرطة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، مصر للتأمين في المركز السابع 10 نقاط، المرج في المركز الثامن 10 نقاط، والأميرية في المركز التاسع 9 نقاط، وبهتيم في المركز العاشر ب9 نقاط، ثم يأتي البلاستيك في المركز الحادي 10 8 نقاط، وبنها في المركز الثاني 10 8 نقاط، وطوخ في المركز الثالث 10 8 نقاط، والعبور في المركز الرابع 10 6 نقاط، ثم يتزيل المجموعة فريق سرايا القبة في المركز الخامس 10 والأخير برصيد 3 نقاط. أستاذ حمدي، معاك مجموعة كفر الشيخ؟ معايا مجموعة كفر الشيخ. هنقول الترتيب بسرعة. تمام. صيد المحلة وسمنود 14 نقطة، كفر الشيخ 13 نقطة، سبورتنج 12 نقطة، الزعفران 12 نقطة، الحمول 10 نقاط، عثمانوس 9 نقاط، بلطيم 6، شباب الشهداء 6، طموس 5، اتحاد بسيون 5، شباب الحنفي 4، دسوق 4، سيدي سالم 4. تمام. أعزائي المشاهدين، المجموعة العاشرة بعد الأسبوع السادس كابتن محمد، كابتن حمدي، مركز شباب ديار بالنجمي يعني بيحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة، نادي سيرس الليان 12 نقطة، مركز شباب تلا اللي كان بيلعب في الممتاز بها كابتن محمد العام الماضي. تمام. برصيد 12 نقطة، نادي ميت خاقان 9 نقاط، نادي الشرقية بحجم نادي الشرقية اللي لعب دور ممتاز كابتن محمد 8 نقاط، نادي غزل جبين والكل يعلم ما هو غزل جبين 7 نقاط، نادي بالبيس 6 نقاط، نادي فاقوس 6 نقاط، نادي عرب الرمل 5 نقاط، ابو كبير 5 نقاط، ميت خلف 4 نقاط، ديار بنجم 3 نقاط، دقادوس 3 نقاط، ويتزيل جدول المجموعه العاشره مركز شباب ابو حماد نقطتين. نذهب سريعا يا كابتن طارق لمجموعه مطروح على اقصى يعني اقصى الحدود، مجموعه مطروح وايضا مجموعه شمال سينا. مجموعه مطروح في المركز الاول الجزيره من مطروحي 7 نقاط، المصري بالسلوم 7 نقاط، شباب الضبعه 5 نقاط، مطروح في المركز الرابع 4 نقاط، والهلال في المركز الخامس 4 نقاط، الحريه في المركز السادس 6 نقاط، وبرج العرب في المركز السابع نقطه واحده، والشرطة بمطروح نقطة واحدة، ثم يأتي مركز شباب الحمام بلا رصيد من النقاط. أما مجموعة شمال سينا
6 اكتوبر في المركز الاول 4 نقاط، نجمه سينا في المركز الثاني 3 نقاط، وابي صقل في المركز الثالث 3 نقاط، شباب الخربة في المركز الرابع 3 نقاط، النصر بالعريش 3 نقاط في المركز الخامس، شباب بلوزة في المركز السادس برصيد نقطة، وشباب رابعة في المركز السابع والأخير بلا رصيد من النقاط. أستاذ حمدي، معانا المجموعة التاسعة. مجموعة التاسعة طبعا انت ادرى بيها مني، تمام، المنافسة محصورة فيها بين بني عبيد و انت شايف ايه في المجموعة التاسعة وشايف ايه المنافسة القوية فيها؟ المنافسة قوية، هتبقى قوية بين بني عبيد ونبرو، وان شاء الله يعني بني عبيد تصعد. المركز الاول من اللي بيحتل القمة دلوقتي؟ بني عبيد طبعا والشربين وشيكو. شيكو تأتي بعده، تمام. بني عبيد 13 نقطة وشربين 13. كانت باي الاسبوع اللي فات. ما هو في بيحتل المركز الاول دلوقتي فرقة مع بني عبيد، شربين. شربين تمام. المنافسة بين شربين وبني عبيد ونبرو وشيكو، تمام. بس ان شاء الله بني عبيد تصعد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تمام. طيب كابتن طارق، سريعا كده اقول لحضراتكم بعض الاسماء ان هي لمعت في الكره المصريه من انديه القسم الثاني والثالث والرابع. زي ما قلنا لحضراتكم في بدايه الحلقه، عندنا عمار حمدي من نادي النصر، وحمدي فتحي من نادي دمنهور، محمود الجزار كهرباء الاسماعيليه، عبد الرحمن مجدي من نادي الترسانه، محمد صادق من نادي القناه، امام عاشور كان بيلعب في غزل المحله، ناصر منسي في الشمس، مروان حمدي في النصر. وفي الحقيقه العدد اكبر بكتير من على سبيل الحصر، يعني في عبد الرحمن الدح من طنطا ومحمود صابر من نجوم المستقبل. القسم الثاني والثالث زي ما قلت لحضراتكم، والرابع منجم ذهب للكره المصريه اذا تواجد فيه المكان او المناخ الصحي السليم للكشف عن المواهب. الاستاذ محمد ذكر اسماء لعبت في المنتخب الاولمبي بالامس يا كابتن محمد. ما كلهم جايين من انديه قسم ثاني وثالث ورابع. عبد الرحمن مجدي امبارح اللي احرز هدفين، ده بيلعب في القسم، جاي من القسم الثاني. ممتاز. بيلعب في الاسماعيلي اساسي. تمام في تمام. هو عبد الرحمن، يا عبد الرحمن مجدي كان بيلعب في الترسانه في القسم الثاني، وانتقل للاسماعيلي، وفي امام عاشور كان في غزل المحله وانتقل للزمالك. انديه كل اسماء كانت احنا ما حدش ظهر من الاسماء ديت. احنا هنا من خلال البرنامج بتاعنا، برنامج ملعب المظاليم، بنزيع تقارير وبنزيع لقاءات وبنزيع مباريات علشان كل الناس تبقى عينيها على الدور المظلوم، اللي هو دور المظلوم، اللي هو دور المظاليم، دور الناس الغلابه. هنا دور الناس الغلابه اللي هو دور المظاليم. اعزائي المشاهدين، نطلع لتقرير ابو كبير وديار بنجم مع الزميل احمد عبد الجواد، ونرجع لكم تاني. نشوف اللعبه تتلعب، الكره حلوه، واول اهداف اللقاء يا ولد يا لعيب. تتلعب الضربه الحره، واول دقيقه بيرد عليا اللاعب كفر الدوار، وهدف اول مش ممكن. اول الاهداف والدقيقه 1 لغزل كفر الدوار، الفريق الضيف بيتقدم على ولكن هدف التعادل لربيع مكر في اللقطه اللي فاتت. الكره اتريحت من غسل كفر اللاعب، غسل كفر الدوار، بالاخير الكره تصويبه حلوه ولكن الحكم بيرجع ويشير الى ضربه جزاء. تظهر صفيره حكم اللقاء عبد العوض وعبد الحكيم. نشوف الحكم هيصافه. عبد الحكيم يمكن يقول لك 10 دقائق وقت محتسب بدل ضايع في زمن واحداث هذا اللقاء. عبد الله صلاح اللي نزل، بتلعب الكره والهدف الثالث، الهدف الثالث لنادي الترام، والهدف الرابع. 4-1 للترام، مش ممكن. محمد علي خلف يحرز الهدف الرابع.
بعد انتهاء اللقاء العصيب 4-1 للاحترام، احداث مؤسفه، احداث صعبه. معانا الدكتور كمال حنفي، ده اللي قدرنا نتكلم معاه النهارده لان الاعصاب كلها شيطه. تعقيبك سريعا كده يا دكتور. تعقيب، انت شايف ان احنا راكبين الماتش والدنيا كانت حلوه، فجاه الحكم قلب الماتش ضدنا بطريقه غير معقوله. يعني احنا مش عارفين احنا والله زمان ماله لازم نحسبها ضربه جزاء والحكم ما عطاهاش يا كابتن. ينفع يعني؟ شايف ان الحكم قلب نتيجه المباراه على غزه كف الدوار؟ قلب النتيجه على كف الدوار، الحكم قلب النتيجه. وما بتقعدوا ما ينفعش يحكمونا تاني والله، والله بيظلمونا ومش عارفين حاجه وبيحكمونا. مبروك النتيجه. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. الحمد لله، ما توفيق الا من عند الله. الحمد لله خشيت في وقت كان ضروري كل واحد يتفوق على نفسه، وهذه مرحله وهذه مرحله احتراف، ضروري نبين الناس ومؤسسه العريقه نادي الترام. الحمد لله، واشكر الكابتن سامي ونشكر الفضل الكبير للاستاذ محمد علي اللي حضر الماتش اليوم. المباراه كانت صعبه جدا، كان متبقي 7 دقائق، 4 اهداف، يمكن تفوق رهيب على غزل كفر الدوار. كابتن سامي في البدايه بقول لك الف الف مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، ربنا يخليك، وجودكم شرف لينا طبعا، وتشرفوا نادي الترام في اي وقت، بيتكم ومطرحكم في اي وقت، وجودكم يشرفنا ويسعدنا. كابتن سامي، كنا شايفين حضرتك على في المنطقه الفنيه والنتيجه 1-1، كان عندك امل، نزلت مفتاح وهو كان كلمه السر هو مفتاح اللقاء. الحمد لله رب العالمين، مفتاح لعيب محترف اداره باي مجهود، وكلهم النهارده انا ببعت لهم من خلال الميكروفون حضرتك الجميل ده تحياتي، وبقول لهم فعلا انتوا ابطال، وانا عندي ثقتي فيكم ان انتوا تقدروا تصعدوا ان شاء الله. أعزائي المشاهدين، وبنشكر الزميل محمد صلاح قاسم من كفر الدوار، والزميل أحمد عبد الجواد من ديار بنجم، ومعانا كابتن حمدي. المجموعة الخامسة معاك إيه؟ لا، المجموعة التاسعة. المجموعة التاسعة؟ اللي هي مجموعتنا بقى اللي أنت كنت بتتكلم فيها. بني عبيد؟ اتفضل. بتقول مين اللي بينافس بني عبيد؟ اتفضل. مفيش منافسة إن شاء الله. شربين وبني عبيد 13 نقطة. المركز الأول والثاني. شيكو 12 نقطة. تمام. بالقاس 10 نقاط. تمام. نابارو 9. تمام. ميجا سبورت 9 نقاط. شباب بدوي 9 نقاط، الامير 7، السنبلاون 5، مياه الدقهليه 5 نقاط، عمال المنصوره 5، المطريه 3، وكهرباء طلخه 2، اتحاد المنزله 2، ميني سمنود نقطه واحده. تمام. اقول لحضرتك بقى المجموعه التاسعه ان شاء الله في ماتشات يوم السبت ان شاء الله. يوم السبت ان شاء الله. نابارون هتلعب شباب الامير، شيكو هيلاعب شربين. تمام. هيبقى ماتش قوي جدا طبعا. لان شربين وشيكو 13 و12 نقطه. 13 و12 نقطه. تمام. بالاس ومين سمنود طبعا ماتش عادي. شباب بدوي وبني عبيد في هيبقى ماتش قوي. هيبقى ماتش قوي. لو قدر بني عبيد يعدي الماتش ده ان شاء الله يبقى يعني هو يعني يكون لعب شربين في شربين ولعب ميجا سبورت ولعب شبان بدوي، ما عادش قدامه ولا نبروه فقط. يعني مباراة بدوي وبني عبيد هتلعب فين؟ في بدوي. في بدوي. المشكلة في قوي جدا. المشكلة في الملعب بتاع شبان بدوي صعب جدا على اي فرقة خارجية. ومساحته قليلة، هي الصعوبية بتاعته ان مساحة الملعب قليلة. بس فرقة بني عبيد رجالة وقادرين ان شاء الله. انت لو شوف حضرتك لو اتفرجت على ماتش بني عبيد وشربين طبعا مش هتقول اللي فيه منافسة. بصراحة يعني. تمام. يعني شربين كانت في نص ملعبها. كانت بتدافع في نص ملعبها، يعني العداله ان بني عبيد كانت تكسب. هو بصراحة الدليل على كده يا كابتن حمدي ان بعد المباراه هنوا نفسهم بالبونت. طبعا يعني الجهاز الفني واللعيبه كلهم وانت بتلعب في ارضهم كانوا فرحانين جدا ان هم خدوا بونت من بني عبيد. فانا شايف ان ماتش شبان بدوي وبني عبيد مش صعب على اللعيبه، لان اللعيبه عندها روح ان هم يصعدوا. تمام. وطبعا المجلس الاداره كله في ظهرهم، والدكتور يرمس رضوان ربنا يشفيه. طبعا ربنا يشفيه ان شاء الله ويقوم بالسلامه ان شاء الله. وانت يعني احنا هنا بنبعت له رساله طبعًا حب طبعًا من شعب الدقهليه. احنا هنطلع من الاستوديو وهنروح نشوفه ان شاء الله. ان شاء الله على طول. ان شاء الله ان شاء الله ونطمن جماهيرنا. رساله حب برضك، بنطمن جماهيرنا جماهير الكره المصريه على الدكتور إرماس رضوان، عمل العملية بالفعل بالأمس وهو في صحة جيدة إن شاء الله. وإحنا هنطلع هنا من الاستديو على طول مباشرة يا كابتن طارق. بس أنا بعد إذن حضراتكم هناخد الشيخ إبراهيم عارف معانا. لا بإذن الله. الشيخ إبراهيم. الشيخ إبراهيم دايما منور دينا. الشيخ إبراهيم طبعا إن شاء الله حبيبي. أعزائي المشاهدين، معانا مجموعة اسكندرية، الزميل محمد صلاح بعت لنا دلوقتي. كابتن محمد وكابتن حمدي، مركز شباب القباري 3-1 على كفر بولين. نهضة العامرية مؤجل مع مياه البحيرة. سبورتنج 1-1 مع نادي رشيد. الترام 4-1 على غزل كفر الدوار.
نادي بدري 3-0 مع شباب المعمورة. اسكندرية البترول 1-1 مع شباب العبور. كوم حمادة هيتلعب بكرة كابتن محمد مع حوش عيسى. ايتاي البرود 1 مع شباب كوم حمادة 1 التعادل. وأعزائي المشاهدين نطلع لتقرير ديار بنجم وأبو كبير مع الزميل أحمد عبد الجواد. المجموعة العاشرة. التعادل بطعم الهزيمة لأن خلاص كانت لحظات وصفرت الحكم هتنتهي، وكنا الحمد لله 3 بونت يدخلونا تاني ويرجعونا نلعب ونكون فايقين شوية عن كده، بس الحمد لله على كل حاجة الحمد لله. والله فريق نادي دار البيضاء فريق كويس، هي ظروف بس أنت عارف النتائج لما بتقلب مع أي فريق. النهارده أنت مضيع 5 انفرادات يعني انفراد مباشر، بيروح اللعيب من نص الملعب ومش عارف يحطها وأنت كسبان 1-0. والحكم يلعب 7 دقايق ويجي ضربه جزاء وانت كسبان 1-0. فهنقول ايه يعني؟ هنقول ايه؟ ربنا مش رايق، دي اللي نقدر نقول. النهارده تحس ان في روح شويه عن المره اللي فاتت، عن المره اللي قبل كده يعني. والحمد لله انت شايف المباراه عامله ازاي؟ ما كانش الامور ماشيه بالطريقه المظبوطه يعني. كابتن خالد جميل ان شاء الله حاجه تشرف، والراجل شغال كويس وان شاء الله النتائج هتبقى في الاحسن. أعزائي المشاهدين ورجعنا لكم من جديد مع الأستاذ حمدي. تحب تقول إيه في نهاية حلقتنا؟ لأن وقتنا المخرج بيبلغني إن ما عادش إلا دقيقة واحدة. إحنا بس بنناشد جميع القيادات في البلد بعودة الجمهور، ودي فرصة بعد البطولة الإفريقية بتاعت الشباب اللي إحنا ناخدها فرصة ونرجع الجمهور تاني، لأن كرة القدم بدون جمهور زي الجسد بلا روح. فاحنا بنناشد جميع القيادات، وانت عارف الشعب كله دي الحاجة الوحيدة اللي بتفرح بالظبط 99% من المجتمع هي كرة القدم. فاحنا بنناشد القيادات في البلد اللي هي ترجع الجمهور حتى خطوة خطوة، اللي في الدرجة الثالثة، في الدرجة الثانية، في الممتاز، انت والماتشات اللي هي فيها صعوبة جامدة وفيها حساسية يلعبها بدون جمهور. تمام. احنا كلمة كابتن طارق يعني كرة للجماهير. تمام. احنا هنا شعار بنطلقه من ملعب المظاليم، الكرة للجماهير. وخبر حصري سريعا، كابتن خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة بيعلن عن استقالته بناء عن اتصال هاتفي من الزميل عبد النبي النادي. ويعني مجموع فيه هناخد مجموعة سريعا من بني سويف، مجموعة الصعيد علشان حق الصعيد علينا حق كبير، الواسطة في المركز الأول 13، موتورتاس في المركز الثاني 9، عاملين غارب 9، رأس غارب 9، أطسة 9، الساحة 7، أبو كساه 7، نصر بني سويف 6، أبشواي 6، سنورس 5، بيبا 5، سموسط 4، وطامية في المركز الأخير 3 نقاط. أهلي مركز شباب طمي الزهيرة، المستشار محمد منصور، وبرقيبة من طمي الزهيرة، وكل أهالي مركز شباب طمي الزهيرة على الاحتفال بالمركز الأول محافظة الدهلية. وانتظرونا إن شاء الله يوم الأربعاء في 6 مساء. وشكرا للأستاذ حمدي الناقد الرياضي، وشكرا لزميلي محمد عبد النبي، شكرا وكان معنا داخل الاستوديو الشيخ إبراهيم عارف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.